مرحبا بكم في هذا العدد، سنقدم لكم موقع سوليتشير الذي يقدم العديد من الألعاب. كما تلاحظون بعد الدخول إلى الموقع نقوم بالنزول إلى الأسفل، تظهر لي هنا عدة خيارات للألعاب. قم بالضغط على هذا الخيار، بعد فتح هذا الخيار في علامة تبويب جديدة يظهر لي بهذا الشكل. أقوم باختيار واحدة من هذه الألعاب كما تلاحظون، أقوم بالفتح اللعبة الأولى. كما تلاحظون هذه اللعبة عبارة عن البحث عن الأشياء المفقودة. كما تلاحظون يعرض لك هنا في الأسفل الأشياء المختفية في هذه الصورة، تقوم بالبحث عليها. بطبيعة الحال للعبة قواعد، في حالة ما أخطأت في النقر على الأشياء المخفية ينقص لك هنا الوقت، والوقت مهم في اللعبة. أقوم باختيار هذه اللعبة بعد الخروج من اللعبة الأولى. كما تلاحظون نفس اللعبة السابقة، تقوم بالبحث عن الأشياء المخفية سواء كانت أرقام أو كانت أشياء تخص هذه الأميرة. كما تلاحظون تبحث عن السيف أو تبحث عن الحذاء الخاص بها. أقوم بالرجوع إلى القائمة الأولى في الموقع كما تلاحظون، أقوم بالضغط على هذا الخيار، أفتحه في علامة تبويب جديدة، أختار واحدة من هذه الألعاب. هذه اللعبة سهلة الاستعمال كما تلاحظون، تقوم بتجميع أكثر من 3 ألوان متشابهة، تستطيع الاستمتاع بهذه اللعبة. أقوم باختيار لعبة أخرى. طريقة اللعب بهذه اللعبة سهل جدا، تستطيع هنا قذف الكرة حسب اللون الخاص بها. يجب أن تتناسق 3 ألوان من هذه الكرات حتى تقوم بحذف السطر الخاص بها كما تلاحظون. عند تجمع 3 كرات متشابهة تقوم بالاختفاء من هذا السطر. حاول ألا يصل هذا السطر إلى النهاية، لأنه في حالة وصوله إلى النهاية تخسر اللعبة. أنا سأقوم بتسريع الفيديو والذهاب إلى الألعاب الأخرى المتوفرة في موقع سوليتشير. نضغط على هذا الاختيار، نقوم بالذهاب إلى لعبة أخرى. كما تلاحظون هذه اللعبة معروفة أيضا، تستطيع هنا جمع أكبر عدد ممكن من الكرات الصغيرة. حاول أن تتفادى هذه الأشكال كما تلاحظون، تستطيع استعمال الفأرة لتحويل مكان اللاعب كما تلاحظون. هنا انتهت اللعبة كما تشاهدون، سأقوم بالذهاب إلى لعبة أخرى. كما تلاحظون اللعبة الأخيرة التي سنقوم بشرحها في هذا الموقع وهي لعبة سودوكو. لعبة سودوكو لعبة جميلة، تستطيع هنا ملأ جميع الخانات كما تلاحظون بشرط أن لا يتكرر نفس الرقم في الخانة الموضحة أمامكم كما تلاحظون، أو في نفس السطر أو العمود. قم بملأ الخانات للفوز باللعبة. هنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. في حالة ما أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر الاشتراك ومشاركة هذا الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على المشاهدة.